رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا السمبوسك بكل تفاصيلها، عشان كده حبينا نشرحها ونشرح الحشوات. هنعمل دلوقتي كفتة الداود باشا، موجود مقاديرها في كل بيت، فهنعملها دلوقتي ونقدم معاها شوية رز بالشعرية كده، روعة الروعة. شايفين لون السمبوسك عامل ازاي؟ هو ده اللي انا بقول عليه من بدري، لازم اللون يبقى بالشكل ده، وطعمها حلو قوي يا جماعة بالحشوات، وتبقى مقرمشة كده. مقادير الداود باشا، مقادير الداود باشا عندي كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة الحمراء، كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة، ثلاث بصلات مفرومين وهقول لكم ليه دلوقتي، عندي كمان خمس فصوص ثوم، معلقتين من البقدونس المفروم، معلقه بهارات، معلقه كمون، الصلصه بتاعتنا بقى ثلاث كوبايات صلصه عصير طماطم يعني، ومعلقتين من صلصه الطماطم، معلقه صغيره من الصويا صوص، وهنقدمها مع الرز بالشعريه بألف هنا وشفا. هناخد معانا اول حاجه نعمل الخليط بتاعنا الاولاني. يا استاذه منى. الو، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ انا بخير لما بسمع صوتكم، ربنا يخليك يا رب. الحمد لله، انا بشكر حضرتك على الحلقات الجميله دي. ربنا يبارك في عمرك ويخليكي، تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. وبشكر الاستاذه اللي ردت عليا دي، كلها ذوق بصراحه. ربنا يخليكي، ده انتوا اللي ذوق كلكم، وطبعا الناس الموجوده في منتهى الجمال طبعا. على فكره يا شيخ انا زعلانه منك. ليه يا فندم بس؟ انا طلبت منك الكريب امبارح انا واختي وياسين، وما قلتليش عليه. حاضر، هجاوب عليه في اخر الحلقه، معلش انا يعني يمكن الوقت سرقنا، بس حاضر من عينيا، حاضر عينيا. تحت امرك، تحت امرك. طيب حطيت اللحمه، حطيت البصل وخليت شويه، انا قلت ثلاث بصلات، خدت اثنين بس. وهنا هناخد الكمون وهناخد البهارات، ونخلط بايدينا كده مع بعض اللحمه اهي، شايفين، لغايه ما تلم معايا وتبقى عجينه واحده، ما يبقاش فيها حته بارزه خالص، يعني كل الثوم مع البصل مع الكمون مع البقدونس، وهندي بس ملح وفلفل الاخير ده اساسي، وشويه ملح، ونقلب كله مع بعضه تاني، بتبقى عجينه زي ما قلت لكم واحده اهو. يا استاذ جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احلى شيف يوسف؟ ربنا يخليك لي يا حاج جمال، منورنا. والله انت اللي منور الدنيا وخليت لي الحياه فيها طعم. يا رب يخليك الحياه طبعا طول عمرها لها طعم والله، بس بمشاهدينا الجمال والله ربنا يخليك. ربنا يحسن ما بين ايديك. يا رب يبارك في عمرك ويخليك لي، تسلم لي، تسلم. انا ليا سؤالين. تأمرني امر، تأمرني. احنا جايبين ديك رومي ومش عارفين نعمل فيه ايه، طلعوا نبص عليه وتدخلوا تاني الثلاجه. لا لا خالص، ما تدخلوش الثلاجه، انا هقول لها تعمل فيه ايه. حاضر، من عينيا، من عينيا. ربنا يكرمك يا شيف. حاضر حبيبي، تحت امرك. ربنا يحسن ما بين ايديك. ربنا يخليك يا فندم، تسلم. للسؤال الثاني بقى. السؤال الثاني، البسبوسه اللي انت كنت عملتها الحلقه اللي قبل اللي فاتت دي صراحه كانت حكايه. ده هي حكايه عشان انتوا اللي شفتوها بس، ربنا يخليك. احنا كنا بنحط الشربات لما كانت البسبوسه تطلع وكان الشربات يبقى بارد. لما احنا شفنا حضرتك انت تحط الشربات سخن مع البسبوسه سخن، كانت حكايه، وقعدنا ندعي لك طول الليل والله. يا رب يخليك ليا، تسلم لي بألف هنا وشفا، بألف هنا وشفا. ربنا يكرمك يا شيف. يا رب يخليك يا حبيبي، تسلم لي. يا رب يبارك في عمرك يا خبر ابيض، ربنا يحفظك يا رب يا حاج جمال، ويخليكوا ليا دايما كده. اهو بصوا بقى، بنعملها كفته قد بعضها، بنضغط كده. شكرا يا حاج جمال على اتصالك. اهو اهي كفتايه صغيره اهي، تمام. بعد ما توصل للشكل ده نحطها جنب اخواتها. طبعا انا مجهز شويه اهو، هدي لاحمد يكمل الباقي، ولكن اهو عندي هنا شويه مجهزهم قبل الهوا. عندي طاسه سخنه، طاسه سخنه هناخد فيها قطعه من الزبده وشويه زيت الاول قبل الزبده، وننزل كده. وفي عندي طاسه تانيه اللي هعمل فيها التشوك، يعني ايه؟ هتشوفوا دلوقتي. دايما انا بشتغل في طاستين علشان يخلوني اشتغل اسرع شويه. احط الكفته، وبمجرد ما بحط الكفته يا جماعه ايدي شغاله تهز كده، الهزه دي ليه؟ علشان ما تلزقش معايا، ركزوا معايا. حتى لو الطاسه بتاعتي ما بيلزقش فيها الاكل، حتى لو الطاسه بتاعتي ما بيلزقش فيها الاكل. ايه بقى القصه بتاعت ان انا بهزها الاول كده؟ ايه؟ اولا الهزه دي بتخلي اللحمه ما تلزقش، الكفته ما تلزقش، الفراخ ما تلزقش، السمك ما يلزقش. ادي اول حاجه الطاستين، واحده سخنه هنا وواحده سخنه هنا. ليه؟ علشان لما اجي
حسيت ان الوقت قليل انا مستعجل عندي ضيوف، بقوم واخد من الطاسه دي للطاسه السخنه، بتقوم عامله تشوك سريع وهتشوفوا دلوقتي حالا مع بعض اهو. هنيجي هنا برضو هندي سنه زيت صغيره بقى مش كتير، وعليها حته زبده صغيره وننزل بيها. سامعين الحركه دي؟ سامعينها يا جماعه؟ هي دي عشان سخنه مظبوط صح، تلون معايا اسرع وتديني لون اسرع، وفي نفس الوقت ما بسيبهاش برضو مع الهزه اللي انا بعملها دي. ودي تكون سخنه تاني، هقلب من هنا لهنا يخلي الكفته دي تستوي في 5 دقائق بدل ما تاخد لها ربع ساعه يا استاذه سعاد. ايوه يا عم، اهلا بحضرتك. الحمد لله بخير والله. عامل ايه؟ منور الشاشه بتاع القناه الحياه الحمراء. والله انت اللي منورينها بتليفوناتكم ومنورينها بمشاهدتكم. انا بتصل من اول ما طلعت ما عرفتش اوصل لمدام نانسى الا دلوقتي. اهو احنا تحت امرك، تحت امرك، احنا اللي سعداء ان سمعنا صوتك. ربنا يكرمك يا رب ويفتح ما بين ايديك عليها يا رب. يا رب احنا وانت يا رب ويكرمنا جميعا. بعد اذنك عايز اعرف العرق الفليتو اللي بيتربط بالخيط ده، عايز اعرف تريبيانكو عملناه امبارح. عايز اعمله بالخضار. لا بص حضرتك عشان بس نبقى متفقين، عرق التريبيانكو ده هو اللحمه البارده، عايزه تعمليه هنقطعه بطريقه ثانيه خالص غير اللحمه البارده ومن غير رباط وغير الكلام ده كله، لو عايزه تعمليه بالخضار، ولكن التريبيانكو هو اللحمه البارده الاساس. عايزه تعمليه بحاجه ثانيه ما بيتربطش ابدا بفتله، بيتقطع شرايح كده بس بياخد شويه وقت في التسويه لانه ناشف شويه. هقول لك في اخر الحلقه ان شاء الله. نيجي هنا ثاني. حلو قوي. لو بصينا هنا هنلاقي في شويه بهاريز طلعوا معايا في الطاسه دي، اللحمه بتاعتي بدات تستوي اهي يا جماعه، انا بتك عليها ناشفه اهي. حلو، بصوا بقى هنا في اهي اهي ناشفه اهي اهي اهي، شايفين بضغط عليها ناشفه اهي. حلو قوي، شوفوا بقى البهاريز اللي طلعت نتيجه التسويه دي اهي اهي اهي، شايفينها؟ ده هو اللي انا بتكلم عليه يا جماعه. البهاريز دي انا مش هرميها، عشان كده حاجه اعمل فيها ايه، هناخد كده البصلاية بتاعتنا على الني كده، البصلاية اهي مش هنحط مادة دهنية خلاص تاني، تمام كده. وبعدين ناخد اللحمة دي تاني نعمل لها الطشة دي، سامعين الطشة؟ ونيجي بعد شوية نضيف عليها بقى بقية المكونات بتاعتي، عصير الطماطم على الني كده اه، وصلصة الطماطم هناخدها ندوبها شوية. يا أستاذة أمنية، يا صباح الفل والياسمين. يا صباح يا صباح الفل عليك يا أمنية. يا رايك في داود باشا؟ هزعل قوي لو ما عرفتش اكلم حضرتك النهارده. لا ليه بس، ده انا اللي هزعل لو ما سمعتش صوتك. انا والله ربنا يخليك لينا يا فندم، وتسلم ايدك على كل حاجه بتعملها. ربنا يخليك يا أمنية، ده انا اللي سعيد. انا بس البرنامج وقناه الحياه كلها، القناه رقم اولى في مصر، ربنا يخليك لينا. يا رب يبارك فيكي، تسلمي لي يا أمنية. انت عايز اعرف انت هنعمل بس من خلال برنامج. اتفضلي اتفضلي، سامعك اتفضلي. بقول لجوزي كل سنه وانت طيب، وربنا يخليك ليا يا حبيبي، وتسلم ايدك على كل حاجه انت عملتها لي، وربنا يخليك لينا كمان مره. واحنا كمان احنا كمان بنهنيه وبنهنيه بيكي كمان يا امنيه. 6 سنين يا فندم. والله لا انا كمان بهني جوزك بيكي، يعني والله يعني ان انت اه والله يا رب يخليكوا بعض وتفضلوا كده، تفضلوا سعداء كده على طول دايما ان شاء الله. ربنا يخليك. كنزي بنتي كانت عايزه اكلمك بس هي في الحضانه دلوقتي. ربنا يخليها لك، واحنا منتظرينها ان شاء الله يعني نسمع صوتها في اقرب وقت. حاولت اصلا انا يوم السبت اكلم حضرتك، هي بتقعد يوم الجمعه والسبت ان شاء الله، ما عرفتش اتواصل حضرتك. هنكلمها حاضر من عينينا. ماشي يا فندم، ربنا يخليك لينا، اشكر مدام نانسي اللي بترد عليا، ربنا يخليها. يا رب يخليكم، تسلموا تسلموا يا رب تسلموا. داود باشا على النار يغلي براحته ويستوي براحته، علشان انا حطيت الصوص يتشرب معاه اللحمه بتاعتنا. واحنا بيغلي كده هنعمل مع بعض الصنف الثاني، وهو الاساس فيه البيستو صوص. بيستو صوص ده صوص ايطالي، صوص ايطالي اساسه 4 حاجات، اساسه جبنه بارميزان وزيت زيتون وسينيبر وريحان، الاساس بتاعه. طب يا شيف يسر، السينيبر وصل لألوفات ثمنه، طب اعمل ايه؟ طب ده غالي جدا. هنقول المقادير وبعد كده اقول لكم تعملوا ايه. اول حاجه عندي نص كيلو من المكرونه، اي نوع مكرونه بس تكون حلزوني، انا جايبها كده ملونه عشان تدينا شكل. عندي كمان كيلو الا ربع من الجمبري الوسط مخلي ومفتوح من الظهر شويه، ونص كوبايه مرق، وكمان كوبايه من الكريمه، وشوية طماطم شيري. أما صوص البيستو عبارة عن حزمتين من الريحان متقطفين هم، حزمتين من الريحان متقطفين، وكوباية من السنيبر
او اللوز، ما انا ما لقيتش سنيبر بقى، لقيته غالي جدا حرام اجيب اكلفكم. جبت لوز متقشر ابيض اهو زي ما انتم شايفين، وكوبايه من الجبنه البارميزان، وكوبايه من زيت الزيتون، ويلا بينا نشتغل مع بعض. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده الحاجات كل المقادير قدامكم اهو، الجمبري قدامنا اهو، وكمان المكرونه قدامنا، واساس الاكله قبل الجمبري والمكرونه هي صوص البيستو، اساس محترم قوي. تعالوا نعمل مع بعض صوص البيستو. هنجيب خلاط نفتح ونحط اول حاجه السائل زيت الزيتون كوبايه كامله، عليها كوبايه من الجبنه البارميزان، اللوز اهو كوبايه، اوراق الريحان بقى نقطفها كلها ونحطها كده حزمتين من اللي بيتباع في الاسواق، مفيش مشكله. لو انا زارع ريحان بقى هناخد كميه كبيره، ونحط ده مع بعضه هتلاقوا صوص رائع. هنديله بس شويه ملح صغيرين اساسي. لو انا عايز اخزنه هحطه في بطرمان واخزنه عادي جدا جدا، يبقى عندي في الثلاجه استعمله في اي وقت تاني. تمام، شويه ملح صغيرين ونشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الخليط هيبقى شكله ازاي، واسيبه هنا ونروح بقى على الجمبري. الجمبري بتاعنا لازم نشوحه شويه قبل ما نحط عليه المكرونه، هناخد عليه شويه ملح وشويه فلفل، ونحط على طول الجمبري اهو وشويه من الزيت صغيرين. عندي المكرونه جاهزه مستويه، تمام، نقلب اهو. فملح وفلفل فقط على الجمبري زي ما انتم شايفين اهو، وصوص البيستو الاساس، وبالراحه خالص واحده واحده. طبعا لو حطيت صوص البيستو مع المكرونه مع الجمبري وحسيت ان هو زي ما انتم هتشوفوا كده سميك، هنحط شويه كريمه نفكه بيها، بس مش اكتر من كده. المواضيع بسيطه، المواضيع سهله، الشكل العام رائع. انا الجمبري اهو غير اللون براحه خالص اهو، هنحط عليه شويه طماطم شيري عشان تدينا لون وتست جواه، وتتشوح معانا يا استاذه سمر في نفس التتبيله. تمام، يا اهلا وسهلا. الحمد لله بخير. انت عامل ايه يا شيخ؟ انا كويس والله طول ما انتم بخير. الله يخليك يا شيخ. اتفضلي، انا سامعك، اتفضلي يا فندم. انا عايز اسال عن الجمبري الجامبو، بتعمل ازاي؟ مشوي يعني ولا مقلي ولا ايه بالظبط؟ مشوي ومقلي لو سمحت، يعني الاثنين. اخر الحلقه، اخر الحلقه هجاوبك وانا بعمل جمبري اهو، يعني شم ريحته. بالهنا والشفا. طيب في حاجه عايز اقول عليها ملحوظه بقى، انا حطيت الصوص ولقيته ما بيلفش معايا، ازود شويه زيت عليه، زيت زيتون او اي زيت تاني لو ما عنديش اهو، سائل حاجه سايله، ونرجع نقلب تاني، معلقه معلقتين مفيش مشكله خالص، بس انا قلت المقادير كده صح، ونقلب اهو. انا مش عايز اكتر من كده اهو، مش عايز غير ان اوراق الريحان تطحن معايا واللوز يطحن معايا بالشكل ده. طب انت يا شيف يوسف هتاخد الكميه دي كلها تحطها في الخلطه بتاعتنا؟ لا طبعا، هاخد منه معلقتين ثلاثه من نفس الخليط اهو، من الخلاط على طول، لغايه ما اخد اللون اللي انا عايزه يا استاذ صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف، عامل اخبار حضرتك ايه؟ انا بخير لما بسمع صوتكم والله يا استاذ صلاح. الله، الحاج صلاح لو انت حلوان صديق الحياه. يا اهلا وسهلا بحضرتك يا حاج صلاح. الله يبارك في حضرتك. لا طبعا عملنا البسبوسه بتاعتك يا عم، وطلعت حاجه خطيره وخرافه. بالف هنا وشفا، عشان انتوا عملتوها بس. نعم، عشان انتوا اللي عملتوها. ده بتوع حضرتك برضه، بتوع حضرتك. يا رب يخليك يا حاج صلاح، ربنا يكرمك يا رب. حضرتك الله معلش، تهنئه لكادي حفيدتي كادي محمد صلاح القط. كل سنه وهي طيبه، ويا رب يكونوا كلهم بخير، كل الاسره يا رب. حضرتك ما تحبش بالذوق حضرتك حبيبي يا حبيبي، ربنا يخليك يا حاج صلاح، ربنا يكرمك، ودايما كده نكون بنسمع صوتك على خير. بصوا يا جماعه بقى، الطاسه السخنه اهي، الطاسه السخنه، بس انا هحط فيها شويه مرق اهو، ونحط بقى عليها الجمبري بتاعنا خلاص، مع الصوص بتاعنا، مع كل الحاجات اللي احنا حطيناها. ما حطيتش كميه الصوص كلها، لا طبعا، انا محتاج اخد النكهات والريحه اللي... بصوا بقى اللي شغال ده
نحط عليه بقى المكرونة بالراحة كده ونقلب كله، واستمتعوا بأحلى طعم بيستو في العالم مع الشيف يسري في برنامج مطبخ الحياة. زي ما انتوا شايفين اهو نقلب التقليبة بتاعتنا عشان كله يختلط. انا ما حطيتش حاجة خالص غير شوية مرقة، شوية مرقة صغيرين. وبعدين لو عايز اضيف بقى، دي اضافة من عندي، هو لغاية كده خلاص. لو عايز اضيف شوية كريمة يبقى انا كده اديت له شوية كريمة كده عشان يبقى صوص كريمي، ونقلب كله مع بعضه. حبيت ازود شوية ملح صغيرين مفيش مشكلة، هو ده الشكل العام. لكن الاضافة اللي حطيتها اخيرا هي الكريمة. ليه بقى؟ عشان يبقى في ناس بتحب الصوص كريمي شوية، لكن من غير صوص كريمة هتبقى حلوة قوي زي ما انتم شايفينها بألف هنا وشف. داود باشا استوى معايا اهو البوستو بالمكرونة زي ما انتم شايفين كده معانا زي الفل اهو. شايفين يا جماعة داود باشا والمكرونة البيستو بألف هنا وشفة. يا جماعة المواضيع بسيطة، مفيش حاجة، لأن المطبخ والطبيخ عشق، أما تحبوه هيحبكم. بعد الفاصل ولا قبل الفاصل معانا مين؟ يا أستاذة هاجر. أهلا، ازيك يا شيخ؟ أهلا بيكي يا هاجر، ازيك؟ عامل ايه؟ أهلا بيكي وبأهل سوهاج الكرمة. تسلمني يا رب. ايه الحاجات الحلوة بتعملها لنا؟ ده الحاجات الحلوة عشان عينكم شايفاها بس. تسلم لي يا رب، انا نفسي اكل من ايدك الحلوه دي واكلاتك الحلوه اللي بتعملها لنا. ابعت العنوان، ابعت العنوان واحنا نبعت لك. تسلم لي، الله يخليك يا رب. احنا محافظ سوهاج قريبين عليكم على فكره. لا والله ده جميله سوهاج، طبعا قريبين جدا يعني، ما يعني حتى لو بعيد في المسافه فانتوا قريبين بالقلب يعني. تسلم لي يا رب. انا طالبه منك طلب يا شيخ. تأمريني؟ انا ممكن اطلب منك مساعده؟ أنا يا سيبي حضرتك يعني، سيبي خليكي مع نانسي على التليفون، هياخدوا منك الرقم وهتواصل معاك إن شاء الله. بشكرك على اتصالك. عملنا السمبوسك اللي احنا طلعناها في الآخر دي اهي بلونها بعد ما استوت، عملنا الداود باشا اللي لسه بياخد ويدي في الصوص معانا، عملنا كمان المكرونة في البيستو صوص على طريقة الشيف يسري، حاجة مشهية وطعمها أحلى مما تتخيله، طعم رائع جداً. يا رب نكون عملنا لكم الحاجات اللي انتوا بتحبوها. بعد الفاصل هنشوف كل الحاجات بتاعتنا، ما حدش يروح في اي مكان، هنجاوب على اسئله، هو حد يمشي. خليكم معايا دايما عشان تستمتعوا بكل شيء في مطبخ الحياه مع الشيف يسري بعد الفاصل.